بعد دخول حيز تطبيق قرار رئيس الجمهورية بشأن رفع العراقيل على المشاريع المجمدة، مؤسسات وطنية عديدة تستفيد من رخص الاستغلال والعينة من ولاية بتنا. صناعة تحويلية، مؤسسة خاصة بإنتاج العصائر والمشروبات الثمرية، تحول لفائدة مجمع اقتصادي عمومي تحت علامة مختلفة. صناعة تقليدية، أكثر من 445 ألف حرفي يدخلون عالم الرقمنة من خلال تعاملاتهم الفنية والتجارية، والقطاع يخطو خطوات عملاقة نحو الاقتصاد الرقمي. وأخيراً تتابعون فقرة ضيف البديل، هذه العناوين سنفصل فيها بعد الجينيريك مباشرة، انتظرونا سنعود. البديل الاقتصادي، أهلا بكم. بعد الإجراء الذي اتخذه رئيس الجمهورية بشأن رفع العراقيل على المشاريع الاستثمارية المجمدة، استفادت عدة مؤسسات من مرافقة فعلية لهياكل الدولة بمنحها أولا رخص الاستغلال التي تسمح بدخولها حيز الخدمة، والعينة من مؤسسة خاصة تقع بواد شعيبة بولاية بتنا تنشط في مجال صناعة الأحذية. للتذكير، تسعى الجزائر من خلال مجمع جيتاكس لصناعة الجلود ومؤسسات خاصة لبحث هذه الصناعة. الزميل محمد بولعراق زار مصنعا خاصا بإنتاج الأحذية ومؤسسة أخرى بمنطقة باريكا خاصة بإنتاج اللحوم. ريبورتاج. هذه مؤسسة خاصة تنتج بعض أنواع الأحذية بمنطقة واد الشعبة ولاية بتنا. المؤسسة أنشئت في ملكية خاصة وبتمويل من صاحبها، دخلت في الإنتاج بعدما جاء قرار رئيس الجمهورية برفع العراقيل على المشاريع المجمدة. في السابق كان عندنا مشكل نتاع رخصة الاستغلال، وهذا لطول الإجراءات، المدة اللي تأخذها الإجراءات الإدارية، والحمد لله بعد قرار سيد رئيس الجمهورية بمنح الرخص الاستغلال الاستثنائية كنا تحصلنا عليها. هناك بعض التحفظات اللي لازم، إجراءات اللي لازم نكملوها، إن شاء الله يواصلوا في المنوال هذا تاع المرافقة وتاع تسهيل وعدم وضع العراقيل. اليوم المؤسسة توظف ما يقارب 300 عامل من مهندس تقني وعامل بسيط، أغلبهم عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل. مكلف هنا مع مجموعة من المهندسين بمراقبة جودة عمل ولا كفاءة عمل الماكينات. احنا رانا ندير لهم في مراقبة يومية، مراقبة دورية في On dirait les composantes compliquées, hydrauliques, mécaniques, systèmes automatismes, pneumatiques, pour qu'on garde bien sûr la qualité du produit. J'ai été en retard et j'ai payé le dossier de l'ANAM et j'ai été en train de travailler ici. رخصة الاستغلال ساهمت في هذه التوسعة التابعة للوحدة الأولى. المستثمر يطالب بالمرافقة الإدارية فقط. هنا رانا ناويين إن شاء الله رانا راح ندخلوا منتوج جديد، حذاء رياضي. لكان رانا في 300 عامل ممكن نوصلوا حتى 600 عامل في هذا التوسعة هذه. المطلب الوحيد اللي نطلبوه هو أنه السلطات ترافقنا في الأمور الإدارية، خاصة اللي باش نكملوا وندخلوا في الإنتاج مع التوسعة هذه. هذه الشركة الخاصة بمدينة بريكة بوحداتها الأربع من بين أكبر الشركات على المستوى الولائي، توظف ما يقارب 2000 عامل.
يعني هناك إشكال في الإجراءات القانونية والإدارية بالنسبة للوحدتين، وحدة الرسكلة ووحدة الألياف الاصطناعية المتمثلة في اللواط. وبناء على تعليمة رئيس الجمهورية تم رفع القيود عليها للحصول على رخصة الاستغلال الاستثنائية، والحمد لله تحصلنا على رخصة الاستغلال، والآن يعني العمال يباشرون العمل، ويعني والشركة راها تنتج، والحمد لله يعني بفضل مرافقة يعني السلطات، يعني احنا رانا في عملية تصدير حاليا، توظف اكثر من او ازيد من 2000 عامل، حيث يعني امتصت يعني حجم البطالة على مستوى ولاية باتنا. المؤسسة بعد أن استفادت من رخصة الاستغلال ورفعت عنها القيود الإدارية دخلت اليوم في مرحلة التصدير من بابه الواسع. اليوم تم تصدير حاوية إلى تركيا وحاوية إلى فرنسا، وتم برمجة غدا إن شاء الله 3 حاويات إلى تركيا أيضا. عدنا حاويتين إلى لبنان، والمنتوج تاعنا في دول أوروبية آسيوية إفريقية كغانا والكوت ديفوار. كمية الإنتاج التي تنتج يوميا يعني في وحدة الألياف الاصطناعية تقدر بحوالي 70 طن يوميا، يعني فيها 15,000 طن هذه تصدر سنويا كما نقول، وتعتبر بالقيمة المالية حوالي 17 مليون دولار. 17 مليون دولار هي قيمة صادرات هذه الوحدة التي استفادت من قرار رفع القيود. تم دراسة على مستوى ولاية باتنا 142 ملف، منهم 101 ملف تم قبولهم وحظيوا بشهادة الاستغلال. هذه الشهادة التي مكنتهم من الدخول في العمل مباشرة، من خلال ذلك يعني كان الهدف المنشود هو خلق الثروة وخلق مناصب العمل والتصدير خارج المحروقات. الشيء اللي لقيناه في الميدان من خلال هذه المؤسسات التي رفعت عليها العراقيل، ووصلنا في ما يخص التشغيل إلى 9200 منصب عمل جديد من خلال رفع العراقيل. وكان الأهداف اللي مسطرة على مستوى الولاية هي 10,000 منصب عمل، وين تعدينا الأهداف من خلال المناصب العمل الجديدة التي تم إنشاؤها من خلال رفع العراقيل. المؤسسات الخاصة بولاية باتنا حققت أرقام معتبرة في التصدير خارج المحروقات. المؤسسات التي صدرت إلى الخارج أكثر من 40 مؤسسة، والتعاملات كانت أكثر من 340 يعني عملية نتاع التصدير. وصلنا من خلال هذا المجهود إلى 27 مليون دولار أمريكي، هذا في الفترة الممتدة من سبتمبر 2022 إلى اليوم. تقوم اللجنة بالاجتماع بشكل دوري، تقدر تقول يعني أسبوعيا نقوم بالاجتماع لحل حالات هذه يعني المشاكل اللي يتخبط فيها المستثمرين. العملية راهي مستمرة، ونستقبلوا في الملفات نتاع رخصة الاستغلال الاستثنائية طلبات الحصول على رخصة الاستغلال الاستثنائية بشكل يومي. ولحد الآن احنا على مستوى الأمانة يعني احنا كمديرية صناعة الإنتاج الصيدلاني ما عندنا حتى طلب، راهو في الانتظار. صادرات الولاية متنوعة، ما جعل هذه الولاية قطب صناعي بامتياز. أما هذه المؤسسة فهي تابعة لمذابح الشرق، استفادت بدورها من قرار رفع القيود، وأشرف وزير الفلاحة على تدشينها. قعدنا 6 شهور وإحنا ننتظر في شهادة الاستغلال إلى حتى جاء السيد الولي أرفع لنا العراقيل الإدارية اللي كانت من قبل، وصل منا شهادة الاستغلال في 2/6/23 للدو فيفغيي 2023. شهادة الاستقلال تسلمت لنا نهار تدشين المذبح من طرف السيد وزير الفلاحة برفقة السيد الوالي. وهي اليوم الممول الرئيسي باللحوم للمؤسسات والهيئات والتجار بالولاية.
هذه العصائر بمختلف نكهاتها يكثر تناولها خاصة في فصل الحر، ونتيجة لتطور الصناعة التحويلية في بلادنا نجد منها اليوم في السوق علامات عديدة ومختلفة. علامة لمجمع خاص كانت رائدة في العصائر بذوق المشمش، تم تحويلها لفائدة شركة اقتصادية عمومية. المصنع حيث تنتج هذه المشروبات الثمرية حافظ على كل عماله، وهو مجهز بأحدث العتاد والماكينات، مع الإشارة أن المادة الأولية من فاكهة المشمش محلية 100%، يقول الزميل محمد ملعراق مجددا في هذا الربورتاج. هذا مصنع أنجاوس للعصائر والمصبرات. 1979 هو تاريخ توطين المصنع تحت وصاية سوجيديا. بعد سنة دخل في الإنتاج تحت غطاء مجمع آخر. علامة أنجاوس غنية عن التعريف. تم استرجاع هذه المؤسسة اللي كانت في الأصل تبع المجمع خاص. قامت مصالح ملك الدولة ورفقة المتصرف القضائي بإعادة جرد وتقييم هذه المنقولات والعقارات بموجب لائحة مساهمة مجلس مساهمة الدولة. تم تحويل هذه المؤسسة لفائدة المجمع أغروديف اللي تابع للدولة، وهذا اللي قام باستلام هذه المؤسسة ومباشرة الإجراءات الإدارية بتحويل السجل التجاري وكذلك تعيين المسير على مستوى المؤسسة. ونحن في المرحلة الأخيرة بصد المرحلة الأخيرة بتسليم العقود لهذه المؤسسة أغروديف ليتحول الشكل القانوني إلى شركة اقتصادية عمومية فرع الشركة العمومية القابضة أغروديف. المصنع ينتج المياه التمرية والمشروبات غير الكحولية والمصبرات وتحويل الفواكه. هذه سلسلة إنتاج عصير المشمش في القارورات الزجاجية. العملية تمر بمراحل تقنية لاستلام المنتوج النهائي. السلسلة تحتوي على 28 عامل، كل عامل منصب تاعه. الورشة ورشة الزجاج نبدأ بآلة الغسل، آلة غسل القارورات. بعد آلة غسل القارورات تذهب إلى آلة تعليب أي رومبليساج. رمبليساج بوتاي، من بعدها تفوت على آلة البسترة اللي هي باستوريزاسيون. هذا النوع من الباستوريزاتور أو المبستر يسميه النفق، لأنه يمشي بنفق على عدة مراحل. المرحلة الأولى اللي هي قبل البسترة، ثم مرحلة البسترة وين تكون درجة الحرارة من 50 درجة 60 درجة، ثم تروح حتى تصل إلى درجة 90 درجة، وبعدها تعود العكس، عملية بري ريفرواديسمو، وبعدها عملية الريفرواديسمو وين يبرد المنتوج تاعنا، وبعدها يخرج المنتوج تاعنا جاهز. المصنع يتكون من 3 وحدات، وحدة أنجاوس الأم، ووحدة منعة، ووحدة خميس الخشنة. الوحدة تاع أنجاوس قسمناها إلى 4 ورشات أساسية. كان الورشة الأولى اللي هي ورشة البلاستيك، فيها سلسلتين، سلسلة السعة 33 سنتيلتر وسلسلة 2 لتر. وفي خميس الخشنة عندنا ثاني البيوتي اللي هي البلاستيك، كان سلسلة تاع 1 لتر وسلسلة 1.5 لتر. أما الورشة الثانية فهي ورشة الكومبي بلوك اللي هي الكرتون، توجد بها 3 سلاسل. سلسلة أولى اللي هي سلسلة تتسع لسعة 1 لتر وسلسلتين اللي 20 سنتيلتر. المشروبات الكرتونية في العلب تنتج إنتاج السنوي تقديري ب 82,000 طن سنويا. أما فيما يخص المشروبات الغازية البلاستيكية فتقدر ب 90,962 طن سنويا. المجموع بجميع الورشات هي 232,687. هذا فيما يخص الورشتين. الورشة الثالثة هي ورشة الزجاج. الورشة الزجاج فيها أيضا مجموعة من السلاسل، كان سلسلة تاع 1 لتر وسلسلة 17.5 سنتيلتر وسلسلة 33 سنتيلتر، بإنتاج سنوي يقدر ب 23,000 طن و534. أما السلسلة الثالثة فهي سلسلة الحديد اللي هي العلب في الحديد، العلب الحديدية اللي هي الكانات، تنتج سعة 27,141 طن سنويا.
المادة الأولية محلية بنسبة تفوق 60%. يتزود بها المصنع عن طريق تجار ووسطاء من مختلف مناطق الإنتاج. المادة الأولية يتم جلبها من طرف وسطاء من عند المنتجين مثل المشمش من منطقة قاوس، منطقة ولاد سيدي سليمان، منطقة منعة، منطقة مسيلة ومنطقة الجلفة وبالخصوص مسعد. يتم تحويل المشمش حوالي 4000 طن سنويا، يتم تحويلها وتخزينها في حاويات بلاستيكية تسمى بالفرنسية أسيبتيك، تستطيع التخزين لمدة سنتين. 15 طن في الساعة، وفي منعة 5 طن في الساعة. في منعة تحول مباشرة إلى المربى المشمش، أما في نقوس فيقوم بتخزينه للعمل به طيلة العام. ونقوم أيضا بتحويل مادة البرتقال إلى لباب بسعة حوالي 7000 إلى 9000 طن سنويا. هرم الإنتاج بالمصنع عرف تذبذبا وتراجعا في السنوات الأخيرة، لكن رغم الأزمة الصحية العالمية والإشكال القانوني الذي مر به، إلا أن المصنع حافظ على توازناته المالية ولم يسرح العمال. احنا رغم الجائحة ورغم التحول الذي طرأ على المؤسسة، تم الحفاظ على جميع مناصب الشغل. 865 عامل في 3 مركبات، ولم تتأخر الأجرة، كانت دائما في موعدها. حتى في أزمة الكوفيد اللي مرت على كامل الجزائر كان شوي ركود في المؤسسة، ولكن لصالير تاعنا كانوا يمشيوا نورمال عادي الحمد لله. احنا المؤسسة اعطيناها الدفع اللازم ومشينا بالاحتياط اللي كان لازم نمشيو به، ومشينا والحمد لله وتبدل النظام. احنا رانا نخدموا لا باس بنا. احنا اليوم يعني نستناو انه الشركة ان شاء الله تعاود الاكتيفيتي تاعها وتعاود ينطلق الاستثمار تاعها ان شاء الله. وللسلطات الولائية دورا في الحفاظ على هذا المكسب الاقتصادي. ولاية باتنا وصلت إلى 700 طن من المشمش سنويا. من خلال ذلك يعني المصنع يعمل على خلق مناصب عمل وخلق ثروة رغم الظروف الصعبة التي مر بها هذا المصنع، وبقينا محافظين على اليد العاملة الموجودة بالمصنع من جهة، ومن جهة أخرى أيضا من أجل أن يبقى كتنفس من استقطاب اليد العاملة المحلية، ويعمل على توزيع هذه المواد التي يتم تصنيعها وإنتاجها على مستوى المصنع إلى باقي ولايات الوطن. المصنع على كبر حجمه وشساعة مساحته التي تفوق الهكتارين سيتدعم مستقبلا بأربع سلاسل إنتاج تمكن من امتصاص فائض المشمش المنتوج الفلاحي الذي تشتهر به الولاية. التحف الفنية التي تجسد موروثنا الثقافي تعكس أهمية قطاع الصناعات التقليدية من الناحية الاقتصادية. هذا القطاع الذي يحصي أكثر من 445,000 حرفي أصبح يعتمد الناشطون فيه على المنصة الإلكترونية قصد الترويج لمنتوجاتهم، وذلك بغاية تسويقها داخليا وخارجيا. هذا ومن جهة أخرى قامت الوزارة الوصية بدورها بإطلاق منصة إلكترونية تسهل عمل الحرفيين من جهة والتعريف بمنتجاتهم من جهة أخرى. تقول الزميلة نوال صويلح التي زارت أحد معارض الصناعات التقليدية الذي نظم مؤخرا بالعاصمة، تابعوا معنا. قطاع الصناعة التقليدية في الجزائر يصنف ضمن القطاعات الاقتصادية ويشمل عدة نشاطات. قطاع الصناعة التقليدية والحرف فيه 3 مجالات، المجال الأول هو الصناعة التقليدية الفنية، والمجال الثاني هو كل ما هو إنتاج في الحرف، وكذلك المجال الثالث هو كل ما هو خدمات تقدم على شكل حرف للمستهلك. نخدم اللبسة التقليدية، مي الناس كوموندي، اسمها كل واحد على حسب، كاين اللي
مثلا صدر العرايس نخدمها لبسه ثانيه تصديرها. احنا اللي مأكدين عليها اكثر هي المنتوج تاع الدوم، يعني القفه التقليديه واستبدال القفه التقليديه بالكيس بلاستيكي وكالمحافظه على البيئه، وكذلك يعني كما نقول القفه التقليديه هي سطره. والحرفيين احنا عندنا في ولايه شلف، احنا عندنا عائلات، اكبر بلديه على مستوى الوطن هي ولاد من عبد القادر مسينا، هي هما عائلات يخدموا يعني الطفل الاخت الاخ الاب يعني يخدموا المنتوج. نخدم نحت على الخشب، نخدموا باليدنا، موارثين في جدود وجدودنا، كان بابا يخدم، خويا يخدم، تشوف نخدم كلش كيما هذاك الصناديق، نخدم سنوات. إضافة إلى عدد الحرفيين الذي يفوق 400 حرفي، قطاع الصناعة التقليدية يوظف أكثر من مليون عامل. نعلم البنات، نجيب من السونطر، عندنا بنات ثاني جيران، عندنا بنات ما يخرجوش من الدار، عندنا ماكيثات في البيت، عندنا صافي يجيو عندنا يتعلموا ويديو الدبلوم، وهما ثاني يروحوا مثلا يفتحوا على أرواحهم إن شاء الله. عندي 7 نساء و3 رجال. ما خدمة فيها شوية تقل، لازمني نخدم معايا رجال ونساء، عاملهم في مجال التزيين وفي مجال الدهن بكواغتهم مصيريين. وعندي عندي ماتريال، كون ندخل الماتريال تاعي نجم نوصل حتى 40-50 عام. أغلب الصناعات التقليدية تعتمد على المواد الأولية الموجودة في الطبيعة، إلا أن بعض الحرفيين يجدون صعوبة في اقتنائها. ماتير بريمير عندنا موجودة، عندنا الجزمو، عندنا ثروة طبيعية هائلة، إنما ما كانش يد المساعدة باش نكسبوها. إحنا لازمنا شوية تدعيم الدولة، تدعيم معنويين ماهوش ماديين، معنويين يسهلون الأمور، نتصلوا بهم يسمعونا يصغونا. إحنا شاركنا في المعرض هذا مش على البيع، إحنا عندنا الطلب غالب الإنتاج. إحنا شاركنا في المعرض على لي كونتاكت، على باش نتصلوا كيما صحفيين مسؤولين باش يسمعونا. تسويق المنتوج أصبح أقل صعوبة مقارنة بالسنوات الماضية بفضل التسويق الإلكتروني. هذا ما تعمل عليه دائرتنا الوزارية من خلال إطلاق منصة تسمى أنامل ماركت، اللي تعمل على الترويج والتسويق الإلكتروني على المستوى الوطني وحتى على المستوى الخارجي. هناك كذلك شراكة ما بين غرفة الصناعة التقليدية والحرف، وكذلك الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف، وكذلك عدد من المؤسسات الناشئة اللي تعمل على الترويج وتسويق منتجات الصناعة التقليدية داخل وخارج الوطن. المنصة الإلكترونية سهلت لنا ياسر تسويق المنتوج. أنا عبر الإنترنت، احنا عبر الإنترنت الناس تتصل بنا، حتى من الخارج تتصل بنا من الوطن، وحنا نسوقوا بالإرسال البضائع عبر الشاحنات، عبر السيارات، لي فيرمون بونكار، لي فيرمون بالبريدي موب. المنصة الإلكترونية تلعب دور كبير، باسكو الناس درك قاعدة تتواصل على الطريقة الإلكترونية، هكا يمشيوا لي برودوي. قبل ما كانش عندنا التواصل هذا، كون ما تخدمش لي فوار ما يعرفوكش الناس، عندك محل ما يجيوكش. باغ كونتخ درك عادوا عندنا الانستغرام، عندنا الفيسبوك. بلغة الأرقام، قطاع الصناعة التقليدية يساهم في الدخل الخام الوطني بما يقارب 350 مليار دينار جزائري، وكذلك جلب القيمة المضافة. هذه الأرقام تؤكد على أن قطاع الصناعة التقليدية يساهم بصفة فعالة في النشاط الاقتصادي. هذا الدعم قدموا قطاع الصناعة التقليدية للاقتصاد الوطني. كذلك الدولة ترافق الحرفيين وترافق كذلك أصحاب المشاريع في مجال الحرف لإنشاء مؤسسات للصناعة التقليدية تعمل على ترقية نشاطات الصناعة التقليدية، وكذلك تكثيف النسيج الحرفي للتنمية المحلية. إضافة إلى كون هذا القطاع يساهم في التنمية المحلية، فهو يروج من جهة إلى السياحة الداخلية. ندعوكم فيما يلي مشاهدينا إلى فقرة ضيف البديل. الحديث فيها سيكون حول ما تشهده الجزائر على غرار دول العالم برمتها في مجال الذكاء الاصطناعي،
كتأسيس مدرسة وطنية عليا وإنشاء مجلس علمي حول الاستراتيجية التي تعتمدها الجزائر للاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي لترقية الحوكمة وتطوير الاقتصاد الوطني. أكثر تفاصيل في هذا الحوار الذي أجراه الزميل محمد عمراني مع ضيفي. في سنة 2021 تم إنشاء يعني المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي بموجب مرسوم رئاسي، وأعتقد أنه كانت نقطة تحول، لأن إنشاء هذه المدرسة أعطى دفع كبير للذكاء الاصطناعي، حيث أصبح يستقطب يعني اهتمام عدد كبير من الطلبة، عدد كبير من الأساتذة الباحثين، وكذا أيضا الشركات التي تعمل في الاقتصاد في القطاع الاقتصادي والاجتماعي، حيث أصبحت تهتم بالذكاء الاصطناعي وكيف يمكن أن يساعدها الذكاء الاصطناعي من أجل تطوير قدراتها. الفرصة هذه أنه الثورة التي يحدثها الذكاء الاصطناعي التوليدي وتشات جي بي تي تقريبا نقدر نقول أنها تفاجئ نوعا ما العالم بأسره. إذا نقدر نقول أن التأخر الذي ممكن نحن نعاني منه في بعض المجالات ممكن الآن نحن على مستوى واحد، يعني ممكن نبدأ مع ما يكون ما هو يعني في العالم ونستغل يعني العنصر البشري يعني الموجود على مستوى الجزائر، خاصة مدارس النخبة. النتائج ينتظر أنها تكون أكثر عندما يتخرج يعني على الأقل الدفعة الأولى والدفعات التي تليها، ويكون لدينا يعني عنصر بشري مؤهل في الذكاء الاصطناعي. العنصر البشري إذن هناك يعني طلبة النخبة اللي هم متحصلين على معدلات عالية نجباء في البكالوريا. في هذه الإطارات ممكن أنها تكون بإنشاء شركات اقتصادية، شركات ناشئة أو مصغرة أو ما يليه، ممكن أنها تحصل على مناصب عمل قيادية. المجلس العلمي للذكاء الاصطناعي هو هيئة استشارية، يعني هيئة استشارية لدى وزارتين، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكذا وزارة اقتصاد المعرفة، المؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. من بين المهام التي أوكدت لهذا المجلس العلمي هو أنه يقوم فيما يخص التعليم والتكوين وكذا البحث العلمي اقتراح يعني تكوينات، المصادقة على تكوينات، كيف نقوم بتكوين الطلبة والبحث في مجالات الذكاء الاصطناعي، وكذا يمكن أن توكل إليه أي مهام تتعلق بإبداء الرأي في مشاريع على مستوى أكبر. وكذا أيضا هذا المجلس يضم أساتذة باحثين من جامعات من داخل الوطن وخارج الوطن، أساتذة يعني أكفاء يعني عندهم سمعة يعني عالية جدا على المستوى العالمي، يضم أيضا خبراء من القطاع الاقتصادي، يضم أيضا باحثين عاملين على مستوى الشركات الاقتصادية الكبرى في خارج الوطن، وكذا أيضا يضم مسيرين لمدارس عليا وإطارات بالوزارة من أجل العمل سويا. عندما تكون هناك البيانات يكون هناك الذكاء الاصطناعي، نستطيع نفهم إمكانياتنا، نستطيع أنه في الحقيقة يعني ممكن أن نقول الذكاء الاصطناعي هناك قسمين من الذكاء الاصطناعي، هناك الذكاء الاصطناعي الذي يسمح لنا بالتنبؤ بالمستقبل يعني نوعا ما، هذا علم، هذا التنبؤ يسمح لنا باتخاذ القرار المناسب بحيث أننا عندنا البيانات ونستطيع أن نعلم كيف نستغل الأمثل يعني من باستعمال الذكاء الاصطناعي. هناك أيضا الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل تشات جي بي تي وكل ما هو في ذلك المجال من الذكاء الاصطناعي، الذي أيضا سيسمح بربح الوقت وتحسين الأداء، وهذا ما يكون عليه إلا يعني فائدة كبيرة فيما يخص الحوكمة أو الاقتصاد.
يجب علينا توفر مراكز بيانات، مراكز بيانات من المستوى العالي يعني في الجزائر، لأن من أجل الأمن يجب أن يكون البيانات، هذه مراكز البيانات متواجدة في الجزائر يعني، وربط هذه المراكز البيانات بجميع يعني الشركات أو الجامعات وكل القطاعات الأخرى، رقم واحد. ممكن رقم ثاني أعتقد بأنه هذا يكون فيه أيضا عنصر مهم، هو الاعتماد على البرامج المفتوحة المصدر. الآن احنا توفر هذه البرامج مفتوحة المصدر، يجب علينا أن يكون لك مراكز بيانات تحميل هذه البرامج مفتوحة المصدر وتثبيتها والاشتغال عليها وتكييفها من أجل الواقع الجزائري. إذن البرامج مفتوحة المصدر، الاستغلال الوضع الآن لأنها متوفرة، وكذلك مراكز البيانات، يعني الذكاء الاصطناعي بدون مراكز بيانات لا يمكن أن يكون هناك يعني ولوج آمن وآني للذكاء الاصطناعي. إلى هنا نصل وإياكم مشاهدينا إلى ختام عدد اليوم من البديل الاقتصادي، نلقاكم بخير وعافية بعد أسبوعين من الآن، كونوا معنا في أمان الله.